فشيء محترم جدا. وخليني بقى زي ما احنا كده كنا بنتكلم او نستكمل كلامنا زي ما كنا بنقول امبارح، احنا عايزين نبدأ ونتكلم شوية عن كولر يا كريم، لان لما تيجي كده تبص في الاخر كمنتج نهائي انت الحمد لله فايز، انت الحمد لله محقق انجازات كبيره جدا مقارنه باي حد او اقل منافس ليك، انت في حته تانية خالص. ده مش بتكلم بس عربيا بالمناسبه او افريقيا او محليا، ده في العموم. فدي حاجه لازم نقف عندها شويه. لو هنتكلم عن فتره مارسيل كولر، يعني هو كمان توج بلغه الارقام بلقب الرابع في مسيرته مع النادي الاهلي، يعني من بدايه قيادته الفريق تقريبا كانت في تحديدا سبتمبر اللي فات حاجه زي كده، ولحد دلوقتي شخصيه الاهلي موجودة. تحس ان هو كمان فرض شخصيته على الفريق يا كريم، في امكانيات جديدة ظهرت للعيبة، في عودة مرة تانية للروح عند اللعيبة، في اداء رائع، في ثبات في المستوى الرائع. يعني كل ده لازم بصراحة نحسبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي فعلا اعتقد كمان مش بس محقق انجازات سو فار زي ما بيتقال مع النادي الاهلي، لا لسه قدامه كتير جدا ممكن هو يحققه. انا متفائلة جدا بالراجل ده بصراحة. مش لوحدك، ناس يعني كتير قوي شايفين اللي انت بتقوليه ده يعني بكل حذافيره، وفكرة ان هو عنده قدرة على تطوير مهارات وامكانيات كل اللعيبه، ودي شفناها بشكل واضح جدا في الفتره الاخيره ومع كتير جدا من اللعيبه، بما فيهم اللعيبه اللي كان في فتره كده احنا كنا مستغربين هو ايه اللي بيحصل، هما ليه مش في مستواهم المعتاد، لكن في مع وجود مستر مارسيل كولر لا الوضع اتغير 180 درجه، وشفنا كل اللعيبه متالقين كما ينبغي ان يكون التالق. وبعدين فكره الجاهزيه، فكره ان انت عندك في كل مركز اكتر من لعيب وكلهم على نفس القدر من الجاهزيه، دي حاجه برضو في منتهى الاهميه. وبالمناسبه برضو استكمالا للكلام اللي بتقوله نهاوند لحضراتكم، بالفعل يعني الفرصه كمان ما زالت مواتيه امام مارسيل كولر للحصول على لقبه الخامس، في ظل طبعا اقترابه بشده من قياده النادي الاهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. حاليا الاهلي وضعه كالاتي، احنا دلوقتي في المركز الثاني في ترتيب المسابقه برصيد 62 نقطة من إجمالي 24 مباراة، يعني فاضل لنا 10 لقاءات قادمة. طبعا ده نتيجة انشغال الأهلي الفترة الأخيرة بالمباريات القارية، والأهلي متأخر حاليا بفرق نقطتين خلف بيراميدز اللي هو المتصدر حاليا اللي خاض 30 مباراة ولم يتبقى له سوى 4 مباريات فقط على نهاية هذا الموسم. بالتالي نقدر نقول ان احنا ان شاء الله الى حد كبير جدا معانا لقب جديد باذن الرحمن نحققه. ونروح بقى للمسابقات القاريه، يعني بالمناسبه طبعا بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا بيبقى كده عندنا ميعاد جديد في كاس طبعا السوبر الافريقي مع فريق الاتحاد الجزائري اللي توج بلقب كاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليه الافريقيه، يعني يوم 3 يونيو للمره الاولى في تاريخه على حساب يانج افريكانز التنزاني، وده طبعا بعد مواجهه يعني قويه جدا. دي هتكون مواجهه عربيه في منتهى الاهميه، وبالمناسبه المواجهه السادسه على التوالي في السوبر الافريقي اللي بتكون بين فريقين عربيين، ده يورينا ان فعلا كره القدم العربيه بتفرض هيمنتها على القاره من وقت تتويج مامالودي سان داونز الجنوب افريقي بالسوبر سنه 2017 لو حضراتكم تفتكروا. كده عندنا تحدي الفتره اللي جايه ان شاء الله سواء الدوري او السوبر الافريقي، لازم طبعا يعني ما نفوتش فرصة الحصول على المزيد من الكؤوس، خصوصا وان الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الافريقي، رصيده من هذه الكؤوس 8 ألقاب، في حين بيستعد طبعا اتحاد الجزائر لتسجيل مشاركته الاولى في هذه البطولة. زي ما بنقول يعني نفس الكلام ينطبق برضو على البطولة دي، زي ما بنقول ال 12 يا اهلي على مستوى دوري الابطال ابطال افريقيا، بنقول التسعة يا اهلي في السوبر الافريقي ان شاء الله. ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا ولا بعيدة عن الباشن الفظيع اللي واضح مع لعيبه النادي الاهلي واللي ان شاء الله ينتج عنه المزيد من الانتصارات الفتره الجايه باذن الله. بص، لو انا اعتقد ان الناس كتيره لفتت نظرها كمان ميزه معينه وموجوده في النادي الاهلي فقط، يعني انا بكلم حضراتكم بجد لان احنا هنتكلم شويه بالتاريخ او بعدد البطولات او بلغه الارقام. الفكره هنا ان البطولات ما بتغيبش فعلا عن النادي الاهلي، وجيت حسبتها فتره طويله، يعني بعد ما احنا هنرجع شويه كده بعد ما فقدنا لقب الدوري عفوا اللقب القاري المفضل طبعا هو دوري الابطال بخسارته امام كان الوداد في نهائي النسخه العام الماضي، يعني رجعت بعد كده بسرعه تمكنت من استعاده
اعاده البطوله. اتكلمنا في ده امبارح واعادتها مره ثانيه في الجزيره واحنا بنتكلم اهو، احنا يعني موضوع حي معانا. بنقول برضو كده البطولات القاريه ليها غلاوه عندك، بالذات البطوله دي احنا كان لازم، عارف لما يجي يقول لك ما فيش رفاهيه انك تخسر بطوله معينه، احنا كان لازم نفوز بهذه البطوله وقد كان. كمان بتفوز ب 25 بطوله قاريه، 11 في دوري الابطال يعني، وتوج بالسوبر الافريقي كمان النادي الاهلي 8 مرات، حصل 4 مرات على كاس العالم للانديه. يعني لا، في انجاز كبير، وفي لا يعني بص يا كريم، عفوا مشاركته، عفوا 4 مرات، لا كريم في انجاز كبير جدا بيتم. فانا بشوف ان الحمد لله انت ماشي في مسار سليم، ورجعنا قلنا الكلام ده قبل كده وهنرجع نقوله تاني، النادي الاهلي حتى وان كان بيتعثر في بعض الفترات لكن بيعود مره ثانيه يسعد جماهيره. علشان كده دايما في ثقه ما بين الجماهير وما بين النادي الاهلي، يعني ما بتزعلش فترات طويله، ما فيش حاجه اسمها ان النادي الاهلي ما حصلش على بطوله مثلا سنه واثنين وثلاثه، لا ما فيش الكلام ده عندنا. فعشان كده دايما احنا بنقول النادي الاهلي كيان مختلف، فيعني ان شاء الله بقى اللي جاي كمان يستمر على كده. فكره ان انت ما بتزعليش فترات طويله دي فكره عادله جدا، فير جدا. ليه؟ لان النادي الاهلي مش بيديكي الوقت الكافي ان انت تفرحي برضه لفترات طويله، فكده الامور متوازنه يا حضرات. زي ما بنقول دايما اقلب الصفحه، يعني في الانتصارات، في حاله الانتصارات مهما كانت البطوله اللي الاهلي محققها، مهما كانت غلاوه البطوله اللي حصل عليها النادي الاهلي بالكثير 48 ساعه، يعني لما نكون ايه اتمعظمنا يعني في الاحتفالات، وبعد كده يقول لك اقلب الصفحه. نفس الكلام بس بشكل عملي بقى في حاله التعثر، اللحظات اللي بتمر على اي فريق في الدنيا، مفيش فريق في الدنيا ولا حتى منتخب في الدنيا بيبقى ماشي على نفس المنوال طول الوقت، في فترات بيبقى فيها ونتيجه اسباب معينه بيبقى في عراقيل حاصله نتج عنها عطل ما، لكن النادي الاهلي العطل عنده ما بتطولش كتير.